بكم من جديد. 26 خبيرا ومتخصصا عربيا وأجنبيا شاركوا في الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي تم تنظيمها في العاصمة الرياض. مع خلود كل التفاصيل. مرحبا أعزائي المشاهدين، هذه الفعالية شهدت مشاركات نسائية من خلال محورين مهمين: احتواء المبكر ودور الأسرة في وقاية الأبناء، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها في الوقاية من المخدرات. نتابع تفاصيل في هذا التقرير ثم نعود إليكم أعزائي المشاهدين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، أقيمت في مدينة الرياض الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات، والتي تنظمها المديرية العامة لمكافحة المخدرات. الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات هي طبعا امتداد للندوة الأولى التي بدت منذ عامين، وهي شاهد حال على نجاح الندوة الأولى، والحمد لله نجاح هذه الندوة بشهادة الموجودين. إن شاء الله هي ملتقى لتلاقح الأفكار وتبادل المعلومات ونقل التجارب من هذه الدول المتقدمة. ونحن في المملكة العربية السعودية، يعني وأنا من منسوبي المملكة العربية السعودية، ولكن بالشهادات العالمية احنا متقدمين جدا في مكافحة المخدرات، ولا اشهد على نفسي، ولكن نحن في المرتبة قد تفوق الثالثة حسب ما وثق عالميا ان شاء الله. تأتي هذه الندوة كأحد المناشط العلمية والمهنية التي تسعى وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بتعزيز الجوانب المعرفية وتبادل الخبرات بين الدول، وبمشاركة فعالة من الأمم المتحدة للخروج بتوصيات لتعزيز الأمن. الحقيقة يعني احنا بنسجل كل الشكر وكل الثناء وكل الاحترام لهذه الإدارة العامة وضباطها ومسؤوليها على إقامة هذه الندوة وعلى فعالياتها وعلى المواضيع المطروحة فيها، لأنها مواضيع مهمة جدا. تعميق الخبرات والمهارات بين المشاركين وبالأخص العنصر النسائي من داخل وخارج المملكة ساهم في خدمة المنظومة الأمنية العالمية. المؤتمر تميز بنجاح كبير وبوجود علماء من كافة أنحاء العالم لمناقشة الاستراتيجيات وتبادل المعلومات بين الدول من خلال الدولة المستضيفة المملكة العربية السعودية، والتي أوجه لها شكري على هذا الحدث العظيم. Absolutely, I think there is quite a significant effort happening in. حقيقة أنا أعتقد بأن هذا الحدث مهم جدا، كونه يناقش قضية يعاني منها العالم ككل. لذلك نأمل تكثيف الجهود الدولية كما عملت السعودية في هذا الأمر لمناقشة قضية الإدمان والمخدرات. When it comes to drug supply reduction and drug control. أعزائي المشاهدين، ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بالدكتورة منى الصواف رئيسة القسم النفسي مستشفى الملك فهد بجدة والخبيرة الدولية للأمم المتحدة لعلاج الإدمان النساء. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا، منورتينا في استوديو سيدتي. شكرا. يعطيك العافية دكتورة منى. طيب في البداية دكتورة منى، كيف تصفين أهمية الندوة الإقليمية الثانية مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات؟ علينا نعرف أن أنا لفت انتباهي أهمية تبادل المعلومات. مظبوط، يمكن هذا الجزء المهم جدا في هذه الندوة. تبادل المعلومات ليس فقط على مستوى الحكومات. جميل. وإنما أيضا على المستوى الشخصي الفردي للعاملين والمهتمين والمتخصصين أيضا في جميل. مجال متعلق بالمخدرات بكل نواحيها، سواء كان النواحي الأمنية أو النواحي حتى الاقتصادية، النواحي الجنائية، النواحي الطبية، النواحي الإعلامية. ويمكن هذا خلى المنظمين للندوة الثانية يخصصوا
جلسة بكاملها عن دور الإعلام والاستفادة من وسائل الإعلام الحديث بالضبط في الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات. وأنا عارفة كمان ما شاء الله تبارك الله يعني استقبل زي مؤتمر زي هذا أو نقول ندوة زي هذا عالمية إنه 27 دولة تقريبا. مظبوط. فنبغى نأخذ تعطينا فكرة كمان لأن إحنا بعد إحنا شفنا صح التقرير ولفت انتباهنا فنبغى نسمع منك كمان زيادة دكتورة. هو الداء نفسه المخدرات طبعاً. وما ينتج عنه من مرض طبعاً. الإدمان طبعاً. يونيفرسال على مستوى العالم صح. وكل دولة بتحاول اللي تقدر عليه صح. وأحياناً أكثر من اللي تقدر عليه حتى تحمي شبابها ونشأها. شوفي هقول لك حاجة طبعاً. إذا أردتي أن تحطمي دولة صح. استهدفي اليافعين والشباب والشابات فيها بالمخدرات صح. لأنه هدول هم الجيل اللي بعد كده هيواصل. لذلك كان فكرة جمع هذا الكم الهائل من الدول ومعظمها دول إقليمية عربية ودولية يعني في من كل تقريبا كل البلاد اللي حوالينا موجود في عندنا من الدول العربية في من مصر من الأردن من الإمارات من الكويت ما بدي أنسى دولة بالإضافة إلى دول أوروبية بالإضافة إلى أمريكا طبعا موجودة عندنا بالإضافة إلى المنظمات الدولية الرسمية في هذا المجال من أشهرها على الإطلاق هو الأمم المتحدة والمكتب المعني بالجريمة يمكن هذا اللي لفت انتباهنا أكثر إن الدول الأوروبية كيف مشاركتها وكيف بحماس يعني حتى يمكن المسؤولة المتحدثة الرسمية لو يمكن أنا سقط سهوا اسمها ممكن دكتور نورا فولكال هي President of NIDA هي رئيسة NIDA اللي هي National Institute on Drug and Alcohol Abuse أيوة ما شاء الله وAddiction هي المنظمة اللي احنا بنستخدمها كمرجعية في كل أحاديثنا في كل تقاريرنا إنه التقارير أو الأبحاث اللي طالعة من نايدا زي ما تقولي شيء موثق ويعتبر مرجعية لنا في هذا المجال. لا هذا اللي فعلا أنا ما شاء الله تبارك لفتت انتباهي وإن في كثير عليها إن ندوات وغير كذا إنه كان كنا نبغاها اليوم معنا ضيفة أعزائي المشاهدين بس إن هي كان جاها شغل ضروري لكن إن شاء الله بنشوفه في التقرير المقابلة حقتها. طب دكتورة يعطيك العافية حين إحنا سمعنا إن طبعا دور نبغى نعرف دور الاحتواء المبكر خصوصا إن الحماية للأسر وحماية للأفراد عامة الجميع وخصوصا السيدات يعني انتشر موضوع إدمان المخدرات بشكل غير طبيعي انه كيف كان تبادل بينكم خصوصا كانت في دول حتى اوروبيه يعني لا. هذا شيء جميل ان يكون الحماس ويكون التبادل بين الدول العربيه ودول اوروبيه ولازم لان انتم كمان بتكلمتوا زي ما انت قلت تكلمنا قبل ما نطلع على الهواء ان ما شاء الله انكم من البدايه على قولكم المخدر او نوع المخدر او زراعه المخدر الى المستهلك او المستهدف هذه يمكن اول مره تسير انها بشكل ملفت الانتباه فنبغاك تحدثينا عنها وشكل تكاملي. شوفي خليني اشرح لك حاجه مهمه طبعا. جدا لو تخيلنا بس ما اعرف اذا كان الاوراق تبين الرسومات ولا بس حتى لو ما بينت الرسومات هنعتبر انه هذا الدائره هذه هي المجتمع دائرة أصغر في قلبها هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمخدرات والإدمان دائرة أصغر في داخلها أصغر بكثير هي الحالات التي أصيبت أوريدي بالإدمان صح. مستويات الوقاية اتفقنا يمكن اليوم كان في حديث على هامش الندوة والافتتاح كان بيني وبين متحدثة من النمسا مع دكتور فولكال كنا بنتكلم عن إيش هي أساليب الوقاية وإيش الجديد فيها أول شيء خلينا نتفق على حاجة إنه الإدمان هو مرض طبعا ليس ضعف إيمان صح ولا ضعف شخصية ولا فقط نتيجة تأثير مثلا أصدقاء السوء صح لأنه من هم بالنسبة لي أنا أصدقاء سوء راح يكونوا أولادي بالنسبة للآخر صح. أصدقاء سوء صح. هو عبارة عن مرض مزمن يصيب الدماغ فعلا ينتج عنه تأثيرات سلبية في كل نواحي الحياة أيوة. جسدية نفسية اجتماعية أمنية وأخلاقية أتعلم. فين المشكلة؟ المشكلة أنه قد يأتي أحد ما وينظر إلى الجانب السلبي للمخدرات من الناحية مثلا خلينا نقول النفسية النفسية
ويرى أنه في أصبح في نوع من الكذب، في نوع من الهروب، في نوع من المبررات غير المقبولة. صح، وصاروا يأخذوها أشياء أنها غطى، زي ما قلت لي كان بيضحكوا على نفسهم، اللي بيأخذها على أساس أنه نفسية تعبانة، اللي بيأخذها على أساس أنه زي شغل الحين الستات زي ما حكيتك أنا البنات، أنه للأسف ما أخذي ما أدري مين اللي غاسل لهم مخهم، أنه ممكن يدخل في ناحية كمان الجمال والرجيم والكلام زي ما حكيت. والعكس تماما. طبعا طبعا استعمال المخدرات خاصة المخدرات غير التقليدية المصنعة، صح، بيؤثر على حتى على حيوية الجلد، على صح، مرونة الجلد، صح. الجزء الثاني بيؤثر على الهرمونات الأنثوية عند المرأة، وبالتالي يجعل معدلات القدرة على الخصوبة والإنجاب أقل. أيضا يدخلها فيما يعرف ب سن اليأس المبكر أو انقطاع الطمث المبكر، لأنه الجسم بيتأثر كثير بالاضطرابات اللي بتحصل على مستوى الجهاز العصبي المركزي، وأيضا على الرسائل اللي بترسل من الجهاز العصبي المركزي للأعضاء الحيوية. دكتور، أنا متأكد أن أنتوا سويتوا توعية كثير. نعم. هل معقول إن ما وصلت هذه كلها لسيدات المجتمع؟ يعني إن خصا أنا لفت انتباهي إن إحنا خصا المجتمع الخليجي سهل إنه مثلا الشاب يلاقي المخدرات هذه بتناول أيدي، لكن كيف السيدة الخليجية وخاصة كمان السعودية اللي تكون في بيتها، كيف بيوصل لها الشيء هذا، أو كيف بيكون صار تواصل بينه بشكل يعني منتشر بالطريقة هذه؟ شوفي، هو في استغلال لدور المرأة في عدة نواحي. الناحية الأولى أنه بيستقطبوها كزبون دائم، صح. هقول كلمة تستغربي منها، أنه أكثر زبون حقه مضطهد هو زبون المخدرات، لأنه إذا اشترى حاجة مغشوشة لا يجرؤ ولا يستطيع يروح يشتكي لجهة حكومية أنه باعوني هروين مغشوش مثلا. أيوه. أوكي؟ هذا الجزء. الجزء الثاني، فيما كان في فلوس بيكون في استهداف ل هذه الناحية الاقتصادية، لأنه هدف تجار المخدرات بكل فئاتهم هو الحصول على المادة. أيوه. الهدف الثاني اللي هو الهدف غير المعلن، هو هدف سياسي يكمن في تحطيم المجتمع الفلاني والجيل اللي طالع الجديد. بالضبط، لأنه الجيل الجديد هو اللي هيكون رجال طبعاً. ونساء المستقبل طبعاً. بعد ذلك نرجع لسؤالك، وهو سؤال مهم جدا. في استغلال للمرأة في جوانب التهريب، صح، التوزيع، صح، التشجيع على التعاطي. زي ما تفضلتي وقلتي، في معلومات خاطئه بتنتشر انتشار رهيب جدا بين البنات فعلا. من بينها مثلا انه مواد معينه ممكن تساعدك على النحافه. أيوه. بس ما بيشرحوا لها النحافه دي بتيجي كيف، صح، وخطورتها انها بتاثر على مركز الاشباع في خلايا الدماغ. واللي يلفت انتباهك ويجنك دكتور ان هي بتعابط ان نفسها، يعني ما بتحس بالتغيرات اللي صابتها، لانه هي تبغى الامنيه انها تنحف. ايوه. فلذلك مجرد ما بتجد حاجه معينه تساعدها على النحافه، ويمكن في بدايات يمكن التسعينات كان في كده نوع من الموضه منتشره باستخدام حبوب اللي هي ساده للشهيه. ايوه. وجد انها بتسبب تعود وإدمان، بالإضافة إلى بينتج عنها حالات ما بعد التعاطي، وهي حالات الاكتئاب، وهي الأخطر على الإطلاق. أيوة. جزء ثاني مهم جدا للمرأة، وهو التحذير اللي طلع من مؤسستين عالميتين، منظمة الأمم المتحدة، أيوة، مكتب الجريمة والمخدرات، ومن منظمة الصحة العالمية WHO، بتقول إنه في الآن ملاحظة ازدياد نسب التعاطي وأيضا الإدمان بين النساء، بين الأطفال، وهذه الفئات فعلا لابد أنه نهتم بها ونخصص برامج مخصصة جميل للنساء، تراعي الجندر اللي هو الجنس، ذكر أو أنثى، لأنه ما يصلح تجيبي برامج الرجال وتطبقيها على النساء لعدة أسباب، أشهرها على الإطلاق الحمل والولادة. صح. الجزء الثاني وهو مهم أيضا، هو التحذير من انتشار المخدرات غير التقليدية المصنعة، صح، وهذه بيتفننوا كتير فيها صناع المخدرات وتجار المخدرات. هذه أنا أحس بغالها يا دكتور، إنه وحدها بس إنه كيف إنه شرح إنه حتى نوصل للمدمن إن أنت إيش بتاخذ شيء مزيف، أو إنك أنت إيش بتدمر نفسك فيه أو تقتل نفسك فيه الآن، وهذه خطورتها في الحقيقة. لما بيكون عندي مريض جاي على الطوارئ وأخذ مثلا أوفر دوز من الهيروين، أنا أعرف هو أخذ إيش، أخذ جرعة زيادة من الهيروين، أعرف إيش أعطيله. أيوة. لكن عندما يجيني هو أخذ مادة مصنعة غير معروفة،
ما أستطيع أني أعرف إيش اللي أعطيه له إياه كنوع من التدخل الطارئ السريع لإنقاذه بإذن الله تعالى. أيوه. طيب دكتورة، أنا عارفة ما شاء الله الموضوع هذا بحره مرة كبير، أوكي، وفعلا شيء أنه زي ما أنت معور خاطرك معور خاطرنا جميعا، لكن إن شاء الله إحنا نتمنى لكم التوفيق وأنكم تعطون. لكن عندي سيكي سؤال كمان أخير قبل ما أقول لك، إيش كانت توصيات الندوة كلها عامة وزي هذه الرأي؟ أنا عارفة ما شاء الله في شيء، نعرف أنه كمان في المداهمات صارت في فرع متخصص كمان صار سيدات عندنا، هذا شيء جميل انه نسمعه ونشوفه في المملكه. كيف انت بتشوفي الصوره هذه؟ كيف صار، كيف شغل المراه، مراه المداهمه عامه؟ المراه الان في هذه المجالات الحساسه عليها واجبين. الواجب الاول هي اثبات الذات في مجال عملها. جميل. الجزء الثاني تفهم كثير سلوك المراه الاخرى. جميل. بمعنى في يمكن سنوات ماضية كانوا مهربين المخدرات بيلبسوا العباية صح وبيتغطوا على أساس أنه يخدعوا رجال الأمن أنهم نساء. الآن ما عاد في هذا الكلام مقبول، لأنه الآن كل المنظمات اللي موجودة عندها رغبة جادة وفعلية حقيقة في حماية المجتمع بقدر المستطاع. جميل. من الوقوع في المخدرات. طيب دكتورة منى، نبغى نسمع آخر شيء التوصيات اللي إن شاء الله أنا عارف لسه ما انختمت، إنه اللي ممكن تطلعون فيها بس تكون فعلا إنها فاتحة خير للجميع بإذن الله. يمكن أهم شيء واحد من الأحلام اللي تحققت الآن وأصبحت حقيقة هو إنشاء الموقع. جميل. الخاص بالمخدرات والإدمان، اسمه موقع جناد. جميل. GIND. جميل. أوكي، هذا الموقع كان من الأحلام اللي كده موجودة وتحقق الآن الحمد لله. أهميته يمكن تستغربي لو أقول لك أهميته، إنه كل الأبحاث الموجودة في العالم كل طرق العلاج وأماكن العلاج راح تتجمع كلها في هذا الموقع. أيوة. تحت إشراف خبراء مختصين. جميل. وموجودين في هذا المجال بأربع لغات، يمكن هتزيد في المستقبل. جميل. أهمية هذا الموقع أيضا أنه بيعطي فرصة للسؤال والجواب دون أنك أنت تلجأي كأم أو كأب لأحد خوفا. جميل. من الوصمة وغير الإحراج وغير العيب، ما في أي إحراج، هو أكسسبل يعني لكل إنسان على وجه الأرض. جميل. ليس فقط لسكان المملكة العربية السعودية. جميل. لجميع الفئات، لجميع المختصين، حتى اللي عندهم اهتمامات في مجال الأبحاث سيجدوا فرصة للتواصل عن طريق موقع جناد. يعطيك العافية دكتورة منى. أهلاً وسهلاً. تبارك الله، احنا انبسطنا باستضافة هذه الجميلة. أنا لي شرف. شكراً. ودائماً تنورينا وإن شاء الله يا رب احنا نتمنى لك كل التوفيق. شكراً. والنجاح. تسلمي. وإحنا من سيدتي نتمنى أعزائي المشاهدين إنه شيء زي هذا جميل، وإن ما أدري شو أقول لكم، الإدمان ما هو إلا يساوي كلمة واحدة، هلاك فقط، إن كان للرجل أو للمرأة. وإن شاء الله ربي يحميكم ويحمينا جميعا إن شاء الله وأبنائنا. يعطيكم العافية، وفاصل ونواصل بقية برنامجنا سيدتي. شكرا. في سيدتي بعد الفاصل، أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وقراءة لوجه الفنان صابر الرباعي.